الو فينك؟ طب خلاص الدنيا داخل عليك اهو. جايبه لك خبر حلو قوي قوي قوي. يوسف فلوس قد الحقيني بيه، قولي بسرعه لحسن انا محتاج حاجه تفتح الناب. طبعا احنا داخلين على الكريسماس وفرحنا قرب. ما تفكريني ليه بس، ما تفكريني ليه، انا عامل نفسي ناسي. لا 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 ما ينفعش تنسى خالص، واحنا طبعا عايزين نجيب العفش. عفش الله الله، عفش بعد العيد باذن الله، عشان انا حجزت قرطين لحمه للعيد وجبت كوتش وجاكيت والميزانيه خرمت خالص فيش فلوس. لا ما هو ما ينفعش نستنى لبعد العيد. ليه غفله جتك ولا طارت الدنيا؟ لا ولا غفلت ولا طارت الدنيا، بس الاباني عامل عروض على اي حاجه نشتريها وخصم 50%، والعرض ده اخره يوم راس السنه، وكمان عامل سحب على 5 عربيات نيسان. عايزين ندخل. يا رب اكسب يا رب. يا سلام، وانت الجباني فتح في سوهاج ولا هنسافر له مصر؟ ايوه طبعا فتح في سوهاج وليه 4 شهور. يلا بقى عشان توديني. يلا اوديك ايه، بقول لك ده عالمي وفتح في الدول كلها، واكيد هنروح هنلاقوا الاسعار مولعه نار اصلا. لا ما حصلش، انا خدت اصحابي ورحت هناك وعنده حاجات كتير حلوه خالص ويمكن اقل من اسعار بره. ولا انت فعلا هتطلع زي ما بيقولوا لي؟ قالوا لك ايه يا بت؟ زي ما قالوا لي بقى خلاص. قالوا لك ايه يا بتنطق؟ قالوا لي انك بخيل وجلدك ومالكش في الاماكن النظيفه دي. طب عليا الطلاق بالتلاته، وادينا مسيحيين وما عندناش طلاق، وانا اصلا ما اتجوزتش، ما عنديش ترعاش غير من عند الاباني. اه يس يس، هو ده اللي انا اعرفه. وفعلا حتى ورحنا الجباني في سوهاج شارع الجمهوريه في وش نادي التجديد، ومن اول ما دخلنا المكان يا حبيبي جامد على الاخر. احلى حاجه في المكان الناس اللي هناك قمه في الذوق والاحترام، استقبلوني وبدات الف في المكان واتفرج. اكتشفت ان المعرض اكبر بكثير من اللي كنت انا متخيله. عينك من بره مش هتشوف غير وجهه بس، لكن المكان جواه بسم الله ما شاء الله قلعه. احلى حاجه في المكان برضو انك تقدر تفرش بيتك في وقت واحد ومن مكان واحد، لانك هتلاقي هناك فرش اشكال والوان. ايش اوض نوم وايش اوض اطفال، ايش السفر، ايش انتريهات، ايش صالونات، ايش ركن والنجف ومفروشات وحوارات كبيره. يا حبيبي ايه ده، في مرايه اهو، مرايه هديه، شايف الشريط الحمرا دي؟ يبقى دي هديه، وفي مرتبه كمان عليهم هديه. بص الكرسي بتاعنا مستخبي فين، شايف حلاوه الجمدان ده؟ يعني انا لو رحت بخطيبتي وما فيش حاجه عجبتها في المكان هسيبي ومش هوديها مكان تاني، عشان مش هلاقي احلى من كده تاني. وبرضه لو اشتريت اوضه نوم كامل هتاخد مرتبه هدي، طب لو اشتريت سفره هتاخد كرسي جوي، ولو خدت اي صالون او اي ركني او اي انتريه هتاخد ترابيزه هدي. طب الاحلى من الهدي انك تقدر بثمنها تشتري اي حاجه عجبك في المكان. بصي الجامده دي، شايف الكرسي ده والباف ده والترابيزه دي هديه، يعني مجانا. هديه. طب ينفع ناخد الهدايا بس ولما تفرج نيجي ناخد باقي الركن؟ لا طبعا. وفي عروض تانية كتير هتلاقوها لما تروح هناك، انا ما حفظتش كله يعني. والاحلى من كل اللي فات ان الجبان عامل عروض توصل ل 50% على كل حاجه عنده، وكمان هتدخل سحب بالفاتوره بتاعتك على 5 عربيات نيسان، والكلام ده حقيقي مش فيك وضحك على الدجون، لان الجبان اسم كبير واكبر من كده بكتير يعني. والعروض والسحب دول مستمرين لحد يوم راس السنه، قدامكم 15 يوم. يا لحقت يا ما لحقتش، التوصيل والتركيب مجاني، ما تشيلش هم ولا تقدر تدور لك على العربيه ربع ناقل، والشغل يتجرح ويتبهدل. اي حاجه تاخدي على ضمان 5 سنين، خدمه ما بعد البيع، صيانه مجانيه مدى الحياه. وانا هسيبكم تتفرجوا على الحاجات اللي عجبتني وانا صورتها هناك، بس لازم انتوا تروحوا بنفسكم وتتفرجوا على باقي المكان هيعجبكم. اشمعنى دي اللي لفيناها بشريطه حمراء؟ عشان دي ودي هديه. خد فكري واشتري النهارده مش بكره، عشان في تعويم وغلاء الاسعار وده اكواد، واللي هتجيبه النهارده مش هتقدر تجيبه بكره. وما تنسوش تقولوا انكم تبع اليوتيوبر الشهير ايليا منير ابن محافظ السوهاج. سلام. I don't know.